مين؟ مين؟ ايه ده؟ الحقوني 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 حبل حبل ايه؟ هات الحبل بسرعة. انتوا مين؟ ولا انا عايزين مني ايه؟ اوعي سيبي راسي. انتوا عايزين مني ايه؟ هتعرفي عايزين مني. انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ جايين نربيك. قومي نربيكي. ناقص ابعد عني بنات اخي خرافة خالص. انا رحمة ومحمد كريم هيبقى خطيبي. قولي ان شاء الله. وانا بقى ستك هنا اللي محمد حازم هيبقى خطيبي. قولي ان شاء الله. محسوبة الجهاد خطيبة سي محمد قصدي سي الاستاذ محمد جمعة. قولي ان شاء الله. طب وعايزين مني ايه بقى؟ عايزينك تبعدي عنهم وما تقربيش من ولا محمد واحد فيهم. وبلاش السهتانة والسهواكة والمياصة اللي بتعمليها على رجالتنا. اصحابكم دول مش في دماغي اصلا وانتوا مش فاهمين اي حاجة. امال يعني هما هيموتوا عليكي ليه؟ تلاقيها عاملة لهم عمل ولا مشبشبالهم. يا سود يا كود يا مضب يا معين حولانا انا عارف عجبهم فيكي ايه. فهمت هما هيموتوا عليا ليه؟ علشان انتوا اغبية ما بتسمعوش بتتكلموا بس. انت يا بت انت يا بت ان ما بعدتيش عنهم هتشوفي مني ايام سودة. صح يا بنات؟ طبعا ايام سودة. انا كنت بعيد عنهم فعلا بس بعد قلة ادبكم واللي عملتوه معايا ده هتشوفوا الوش التاني. ريدي ستادي جو. البت دي بتلعب بينا وبيهم. يبقى بينا على الخطة التانية. ايوه بينا على الخطة التانية. خطة ايه؟ خلاص خطة الخروف. ما علي صوتك شوية. شيرين؟ أيوة شيرين. أيوة شيرين. أنا جمعة. أنا جمعة يا شيرين. أنا حازم يا حبيبي. أنت فين؟ أيوة بابا. ألو ألو عايزين أنا لوحدي؟ أنا حازم. إيه؟ عايزين إحنا التلاتة؟ أيوة إحنا التلاتة. فين؟ في المرسى؟ عارفوا المرسى؟ أنا أيوة أنا عارفه. عارف المرسى؟ حبيبي اوكي احنا هناك اهو. احنا اللي هناك. هي اتاخرت ليه؟ مش عارف شكلها كده بتشتغلنا. لا يا اخي ما اظنش. يا اخي ده انا سامع صوتها. انت متاكد يا جمعه ان ده اللانش؟ ايوه انا شفتنا هناك. لما كان عندي مشكلة وقلت لك اني محتاج لك ما لقيتكيش. عايزاني بس لما اكون مبسوط وفرحان وبغني. لكن لما يكون عندي مشكلة. مش طقايا ولا جنونة ولا عين زايغة زي ما بتقولي. انتي ما بتسمعنيش ساعة ما بحتاجك. علشان كده دورت على اي حد تاني عشان يسمعني واحكي. انا ما كنتش عايز اخرج معاكي عشان اتسلى. كنت عايز اقرب منك وتقربي مني. خسارة غبية. انت اللي غبي ما بتفهمش. انت لو كنت بتفهم ما كنتش فكرت بالطريقة دي. كنت واجهتني كلمت معايا قلت لي انا محتاج لك يعني محتاج لك. بس يا خسارة انت لو صحيح بتحبني زي ما انا بحبك ما
كنتش تسيبني مع اول غلطه انا ما قصدتهاش، لكن انت ما بتحبنيش. وموضوع اهلك ده اللي انت عامله شماعه بتعلق عليها كل مشاكلك، الموضوع مش كبير زي ما انت بتقول، الموضوع حله بسيط قوي. واجهه، كلمه، قول له انت ابويا وانا ابنك، بص في عينيه جوه عينيه لغايه لما توصل لقلبه، ساعتها بس هتلاقيه حل، وساعتها هتتحل كل حاجه. خليتني بقى صغيره قوي قدام نفسي، كنت بحبك، كنت بموت فيك، لكن النهارده انت ما تستاهلنيش، ما تستاهلنيش.